السلام عليكم. اليوم 6 ديسمبر 2016، يوم الثلاثاء. حاولت نجرب تقديم عجينة الكوندي لهذه الخلية. طبعا عجينة الكوندي هي عبارة عن مجموعة من المكونات، مجموعة من الأصناف. عندنا السكر غلاسي اللي هو السكر الناعم، عندنا كذلك هذا الملون هذا اللي يعطي له اللون تاعو، كما هنا في الحالة هذه اللون أصفر. شوفوا مباشرة أطلع له، ممتاز. قلنا في الحالة هذه اللون الأصفر فيه أيضا النكهة، أو النكهة هي في هذا النوع هو نكهة العسل. عندنا أيضا الجلوكوز، عندنا الصوجا، عندنا أيضا خميرة الجيعة أو البيرة كما يسموها، والعياذ بالله. مش عارف أنا علاش يحطوا هذه في هذا المكون اللي نعطوه للنحل تاعنا. والله ماني ما عرف، لا ما عرفت. عموما مازال ما مضاتش دقيقة أو دقيقتين، شوفوا النحل تاعنا كيفاش راهو، كيفاش راهو يقبل على الكوندي. انا قدمت له هنا حوالي نصف كيلو، فرغت الكيس قسمته على 2، لانه الكيس يجي في كمية 1 كيلوغرام. ربما الواحد يقول لماذا تتكلم بصوت منخفض، مانيش نحاول نزعج النحل، نحاول نتأمل نستمتع به. رائع جدا. شوف كيفاش ممتاز. ربما الصورة غنية عن كل تعليق، انا نفضل اشاهد فقط ونتابع. رائع. الحكاية كلها انه التغذية هذه تنشط النحل وتنشط الملكة في وضع البيوض. ربما هناك بعض الناس يخالفني الرأي بخصوص التغذية المحفزة او المنشطة في مثل هذه الفترة من السنة، لأنه ربما النحل نسبة السروح تاعو تزيد والجو يكون ربما ماطر في الخارج أو يكون بارد، وبالتالي النحل راح يموت في الخارج. أنا فلسفتي عكس هذا المعتقد. أنا نظن أنه أي بيضة تضعها الملكة خلال هذه الفترة الصعبة جدا هو مكسب للخلية، وأي نشاط يقوم به النحل خلال هذه الفترة هو مكسب أيضا للخلية، ومن شأنه أنه يعطي دفعة قوية جدا للنحل تاعنا باش يتخطى مرحلة الشتاء ويستقبل فصل الربيع وفصل النشاط بقوة وبصحة كبيرة. رائع. حتى أنه لو تلاحظوا كل نحلة مهتمة بشأنها، سبحان الله، كل واحدة مهتمة بجلب الكمية المناسبة من العجينة هذه.
يعني الكمية اللي تكفيها هي فقط، وتأخذها مباشرة لداخل الخلية. طبعا بعد قليل النحل اللي أكل من العجينة هذه راح يدخل للخلية، وراح يقوم بالتواصل مع بقية الأفراد الداخل، وراح يبلغهم أنه هناك أكل في الغذاية، طبعا بالطريقة اللي علموا بها الله عز وجل. النحل راح يستجيب لهذا النداء ولا لهذه المعلومة، وراح الأعداد تاعو تزيد حتى يصبح محيط كليا بهذه العجينة هذه. فيه بعض الناس يقولوا أن النحل عاش لعشرات السنين ولملايين السنين من غير تغذية ومن غير اهتمام من الإنسان، وقدر يتخطى هذه المرحلة وما ماتش وما مرش. صحيح هذا كلام جميل، ولكن أيضا ما ننساوش أنه فيما مضى ما كانتش كاينة الأمراض اللي راهي كاينة دركا، ما كانتش كاينة الكيماويات اللي راهي كاينة دركا، وما كانش كاين العلم اللي راهو كاين دركا. العلم أثبت أن التغذية هذه عندها دور كبير. نأخذ على سبيل المثال للحصر، تخيل أخي أنه لإنتاج كيلوغرام واحد من الشمع الطبيعي، يعني إذا أراد النحل أن ينتج كيلوغرام واحد من الشمع فيجب عليه أن يأكل 5 إلى 7 كيلوغرام من الغذاء. تخيل معي هذه المعادلة أخي، أنت عن طريق التغذية تقوم بتوفير هذه 5 كيلوغرام عن طريق الغذاية، وتجنب نحلك الخروج والصروح لجلب هذه الكمية كلها. تخيل معي معادلة تستحق التأمل. لإنتاج 1 كيلوغرام من الشمع الطبيعي تحتاج إلى 5 إلى 7 كيلوغرام من الغذاء، شيء خيالي كبير جدا. أنت تختصر كل هذا التعب على نحلك. تخيل معي أن هناك بعض الأمراض قضت على النحل نهائيا في بعض المناطق، ولولا العلاج الكيماوي والعلاج الطبيعي ولولا اجتهاد العلماء لكان النحل يعني يقينا قد ضاع. تخيل معي أخي أن التغذية المبكرة تنشط الملكة، وتوهمها بأن فصل أو موسم الفيض قد دخل. الملكة تبدأ بوضع البيوض بشكل جنوني، في حين أن النحل الآخر الذي لم تقدم له التغذية يكون إن صح القول مازال نائم، مازال في سبات. يعني فوائد كثيرة جدا لا يمكن أن نحصرها في 5 دقائق أو 10 دقائق، ولكن هذه معلومات للمتأملين. لا يجب أن نلقي باللوم على العلم الحديث. العلم الحديث سهل علينا تربية النحل أو جعلها يعني متعة، جعلها فن. يعني بدل ما الإنسان، أنا في اعتقادي أنه يضيع وقته في انشغالات أخرى، يكفي فقط أن يتأمل في النحل، في حياته، في تنظيمه. سبحان الله، يعني منظر رائع جدا، لا يفهمه ولا يحس به إلا نحال حياته كلها نحل، واهتمامه كله للنحل، و حبه وتقديره للنحل. ربما مش عارف، أنا الكلمات تخونني في هذه اللحظة، ولكن شيء جميل جدا أنك تلاحظ نحلك يقبل على الغذاء الذي تقدمه له. والله يعني شيء رومانسي، شيء خيالي، لا أستطيع لا أضيف كلمة واحدة. شكرا.